السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنرسم الرسمة دي على السوليد وورك. تمام، اول حاجة عشان ترسم اي رسمة على السوليد وورك لازم تعمل لها تحليل، تفكر فيها ازاي هتترسم، لان المجسم ممكن يترسم بكذا طريقة. تحاول تبسط او تفكر انك تستخدم ابسط طريقة فيهم. لو بصينا المجسم زي ده هنلاقيه عبارة عن بليت بالشكل ده كده، ومعمول له اكسترود، وفي اسطوانة معمول بينها وبين البليت عصب، وبعد كده التوبين. هنبدأ بسم الله على برنامج السوليد وورك. بارت على الفرونت، هعمل سكتش. أول حاجة هبدأ بالبليت، خلصت رسم هبدأ أحط العلاقات. خط ده خط ده equal horizontal، اوكي. خط ده مع الخط ده equal vertical، الخط ده مع الخط ده equal vertical. ده مع نقطة الأصل 100 بوينت. تمام، هبدأ بقى أحط الأطوال. قاعدة 12، طول القاعدة كلها 36، 56، ادي 12، ادي 56، طول القاعدة دي 15، الطول الصغير ده كام؟ 5. كده أصبح الشكل معايا فولي ديفاين. بعد ما يصبح الشكل فولي ديفاين هعمل له اكسترود. اكسترود بقيمة قد ايه؟ 75. ادي هنخلي الاكسترود 100 بلان، ادي 75. ادي الشكل معايا اهو. بعد كده هرسم الاسطوانة، ومن الاسطوانة هاجي جاي عامل الايه؟ العصب. طب هرسم الاسطوانة ازاي؟ لو انا خدت بالي هلاقي ان الاسطوانة على التوب بلان، بس توب بلان متشفت لفوق شوية، فانا هعمل ريفرنس جيومتري للبلان بقيمة كام؟ بقيمة 63 من القاعدة من تحت. بس لو خدت بالي هلاقي ان البلان ده متشفت 5 لفوق، فهيبقى بقيمة 63 ناقص 5، لو هيبقى كام؟ 58، لو هيبقى الارتفاع ده. بعد كده هاجي جاي رسم على البلان، اسطوانة عندي بقيمة 36، ادي اسطوانة بقيمة 36. مركز الاسطوانة مع الاسطوانة مع نقطة الأصل هوريزونت.
بعد الأسطوانة عن السطح ده مركز مي. ادي خلاص الأسطوانة عندي بقت فولي ديفاين، هجي اعمل اكزيت سكتش وعامل اكسترود، بس انا عندي الاكسترود مش هيبقى لفوق، هيبقى لتحت معكوس، هعكسه من السهم ده بقيمة قد ايه؟ هشوف طول الاسطوانة كام؟ 25. بقيمة 25 هلاقي عندي ان الاسطوانة دي متقوبة، هعمل عليها سكتش. سكتش واجي جاي اعمل دايرة بقيمة كام الدايرة؟ 22، 22 قطر. اصبحت الاسطوانة عندي فولي ديفايند يا رب. هطلع اكزيت سكتش، هعمل اكسترود كات، اكسترود كات تمام. خلاص عملت الجسم اللي فوق وعملت الجسم اللي تحت، فاضل الايه؟ العصب ده. تعال اما نشوف هيترسم ازاي. بس لو خدت بالي ان الفرنت عندي هنا هيبقى فين؟ في نص الجسم، كذلك العصب هنا هيبقى في النص. هقدر ان انا ارسم على الفرنت وبعد كده اعمل اكسترود في الاتجاهين. حط علاقة بين الخط ده وده، هعمل لهم بيرس تمام. لسه الشكل ما اتقفلش. طب هحاول كده نعمل اكزيت ونعمل ريب كده. قبل ما نعمل الريب احنا ثانية واحدة كده، العصب عندي فيه جزء هنا نسيت. لا العصب بس. بعد كده نبدأ بقى نحط الايه؟ العلاقات. هلاقي ان عندي الطول ده 36 من المركز لحد هنا، هيبقى من الطول هنا من لحد هنا كام؟ 36 زائد نص قطر كبير، هيبقى من هنا لهنا من هنا لهنا 36 زائد 36 على 2 هنحاول نعمل كده ايه؟ العصب عن طريق الريب.
مش هينفع. تمام، هعمل اديت للسكتش، ولازم اقفل الشكل عشان خاطر يعمل معايا الاكسترو. بس قفلت الشكل، اكزت، اعمل اكسترو، اكسترود بقيمة 12. هلاقي عندي برضو في فراغ هنا في الايه، في الجسم. لما هاجي اعمل اكسترود هخلي اكسترود 100 بلان. اوكي بس كده. طب ايه تاني؟ هلاقي في عندي اخر حاجة بقى اللي هما التقبين على بعد 28، والتقبين في السنتر. ادي التقبة اهوت، ادي التقبة اهوت، ادي التقب ده مع ده vertical، وده وده equal k. قطر الواحدة كام؟ 12. بس exit، هعمل لهم extrude cut. بلند او سرول بس. يس بس وكده نكون خلصنا من الشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.